يعني أليس من باب الأولى اليوم هو تركيز الجهد باتجاه حالة الأزمة السودانية؟ لا رئيس مجلس وزراء اليوم، لا حكومة معترف بها، الكل مكلف. نعم. يعني الوضع في حالة شبه لا دولة. هو الإشكال الكبير الآن، يعني الوضع معقد جدا، وما يزيده تعقيدا هو كثرة المبادرات والتقاطعات التي تحدث بين هذه المبادرات. يعني إذا لاحظنا في حديث السيد محمد بلعيش المبعوث الأفريقي الآن، قال أصبحنا نعمل بروح عالية من التنسيق والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لخلق استقرار في السودان. وهذا نفس ما ذكره يمكن السيد فولكر أيضا في لقائه التلفزيوني، بأن هنالك الآن تنسيق وتعاون. هذا يشي يعني بالتقاطع الكبير الذي حدث بين هذين الجسمين، الذي كل منهما يحمل مبادرة يمكن كانت القراءة الأولية لكثيرين بأنها تأتي في إطار الدعم الدولي المقدم لمبادرة فولكر. لكن البعض يراهما متناقضتان. نعم، تحدثنا في حلقة سابقة. نعم. عن المكون العسكري في بداية الأزمة رفض. نعم، هم رفضوا مبادرة الاتحاد الأفريقي في بداية أحداث الانقلاب وما إلى ذلك، بحساب أن الاتحاد الأفريقي هو يعني أدان الانقلاب وجمد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. ولكن يعني وللغرابة يعني مجرد أن طرح السيد فولكر مبادرته حصلت ممانعة من المكون العسكري. وحتى يعني في أحاديث للفريق البرهان تحدث بشكل واضح عن أن مهمة هذه البعثة يتم تجاوزها بتدخل في هذا الأمر، هي هذه البعثة مهمتها تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وليس الدخول في الأزمة عن طريق مبادرات وما ذلك. ثم من بعد ذلك يعني تقدموا بطلب، المكون العسكري تحديدا تقدم بطلب للاتحاد الأفريقي بأن يأتي بمبادرة ويدخل في هذا الأمر. فيبدو أنه هذه يعني قد يكون نجحوا لدرجة ما في عرقلة وتعطيل مسيرة المبادرة الأممية عن طريق خلق إشكال بينها وبين مبادرة الاتحاد الأفريقي، وهذا ما سعوا إليه.